بسم الله الرحمن الرحيم. توتنهام بيخسر من ليدز يونايتد 3-1، عشان فرص توتنهام للوصول لاوروبا ليج السنه الجايه تلاقي ان هي بتتبخر واحده واحده، علشان خاطر الموضوع بقى دلوقتي صعب جدا. توتنهام بقى عنده 56 نقطه، ليفربول تحتيه عنده 54، وكمان تحتيهم ايفرتون عنده 52. والمشكله ان توتنهام لعب 35 مباراه، ليفربول 33، ايفرتون 33، فالوضع بقى صعب جدا انك تتكلم على ان توتنهام هتصبر السنه الجايه في اليوروبا ليج. بس هل المشكله دي يحاسب عليها ريان موسم؟ الموضوع صعب جدا لو اتكلمت على مدير فني شاب لسه بيشق طريقه، ان هو مره واحده داني ليفي حطه في مكان مش بتاعه، والقصه كلها تسال عليها داني ليفي، ثم خط الدفاع بتاعك اللي لسه لحد دلوقتي بيلبسك ماتشات كتيره قوي كان ممكن تطلع فيها فايز لولا الاخطاء الغريبه والاخطاء القاتله اللي بيعملها خط دفاع توتنهام هتصبر. طيب انتوا ليه كنتوا بتقولوا ان مع مورينيو فاشل، وازاي مش عارف يعمل وازاي مش عارف يسوي، ودلوقتي بتقولوا ان ما هينفعش انك تتكلم على ريال موسم في اي حاجه؟ عزيزي جوزيه مورينيو ماسك فريق اسوأ حاجه فيه خط الدفاع. نحكيها مع بعض. كان الموضوع صعب جدا التفكير فيه وصعب جدا التعامل معاه. كان عنده اصرار غريب جدا على اريك داير وسانشيز، برغم ان الاثنين بيقدموا مستوى سيء جدا، ما جاتلوش اي فكره ان هو يحط ناس جديده، يحاول يحط جو روندون ويحاول يحط جنبه جافا تنجانجا او اي حد من اللعيبه اللي موجوده في الناشئين تحت يحطها كمساكين علشان خاطر تسند الحاله الدفاعيه بتاعتك. ده كان كلام بالنسبه لمورينيو. اما ريال موسم فصعب انك تقول ان الراجل يتحكم انه يطلع اريك داير او يطلع توبي الدرفيلد من التشكيله. الموضوع بالنسبه لك صعب، وكمان لما تلاقي ان انضم ليهم النهارده سيرجيو ريجلون علشان خاطر يبقى هو اسوأ لاعب في المباراه، وتلاقي ان هو دفاعيا مش شايف قدامه وستوارت دالاس واكل عيش، وتلاقي كمان ان هو بسم الله ما شاء الله في اول 12 دقيقه قدام ليدز يونايتد، اللي من غير ما نتكلم على اي حاجه معروفه ان موريسيو بوليسيا داخل ملعبه، الموضوع صعب جدا جدا انك تاخد منه 3 نقط. الفريق ده جوه ملعبه بيتحول تماما، واتفرج على مباراته قدام ليفربول، واتفرج على مباراته قدام مانشستر سيتي، هتعرف قد ايه ليدز يونايتد داخل ملعبه فريق مرعب جدا. فالنهارده اول 12 دقيقه بتلاقي ان ليدز يونايتد بيحاول ان هو يسجل، وبتلاقي غلطه من ريجلون علشان خاطر يتصداها هوجو لوريس، بدل ما الكوره ما كان ريجلون هيجيبها في نفسه، ترد لستورت دالاس يجيب الهدف الاول. توتنهام بقى مضغوط، توتنهام بقى بيحاول ان هو يرجع في الجيم اللي كان نازله هجومي 4-2-3-1، جوفاني لوسيلسيو مركز 8 لعيبه عنده ادوار هجوميه اكتر من الادوار الدفاعيه، قدامه ديلي الي صنع العاب صريح، جاريس بيل الناحيه الثانيه، سون هنا مهاجم هاري كين. طيب مفترض ان دي 4-2-3-1 هجوميه صرف، مفترض ان دي حاجه يحبها جمهور توتنهام، لان جمهور توتنهام ذواق زي جمهور الاسماعيلي عندنا في مصر. قدم لي اداء جميل وكره حلوه، وموضوع النتائج ده مش هركز معاه، لان هو توتنهام وتسبير من زمان هو كده بيقدموا اداء جميل. موضوع البطولات ده حاجات يعني لو وصلنا لها خير وبركه، ما وصلناش نقدم الاداء الجميل. مع مورينيو لو وصلت البطولات ولا وصلت الاداء جميل، بتلعب النهارده قدام ليدز يونايتد واحده من احلى المباريات اللي ممكن تشوفها النهارده، برغم ان النهارده منتظر برشلونه اتلتيكو، منتظر مانشستر سيتي تشيلسي، بس مباراه النهارده اللي فتحنا بيها اليوم ليدز وتوتنهام كانت واحدة من أحلى المباريات اللي ممكن تتفرج عليها. توتنهام خسران 3-1، بس توتنهام ملغيله هدفين فيهم هدف وضيح عن بداية ليغي، لأنك لو دورت إن بعد ما توتنهام مسجل هدف التعادل ببينية من ديلي ألي لسون علشان خاطر يحولها تبقى 1-1، وبعدها هاري كين يجي مسجل هدف تاني، كان ممكن ان توتنهام ياخد الجيم ويطير ويبقى 2-3 وتوتنهام يخلص الجيم على كده. لا، بعد كده الراي بيقول لك هو اوفسايد، طب نرجع الفار كمان كوره اونسايد، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اوفسايد خالص، لا اوفسايد علشان خاطر توتنهام بدل ما يبقى 2-1 ليه، فجاه بتلاقي ان باتريك بامفورد بيغفل اريك داير وبيطلع من وراه وبيحط العرضيه علشان خاطر توتنهام يدخل الشوط الثاني 2-1، علشان خاطر تلاقي ان توتنهام وهو بيهاجم في شوارع كتيره قوي موجوده ورا جوفاني لوسيلسي وموجوده ورا هوربرج، علشان خاطر تلاقي ان لعيبه ليدز يونايتد حرفيا لو فيهم لعيب بيعرف يصوب كان النتيجه ممكن تبقى 3-4-5 من بدري. علشان كده كنت قاعد شايف ان ده سيناريو كان بيخاف منه مورينيو. مورينيو كان بيخاف يفتح في الماتشات الكبيره علشان خاطر عنده خط دفاع الموضوع صعب جدا ان هو يجاري نسق فريق هجوميا سريع، فالموضوع كان يبقى صعب انك تلعب جيم هجومي. اللي حصل النهارده ما كان يخشاه مورينيو. مورينيو كان بيخاف يفتح قدام اي فريق علشان خاطر عارف ان خط دفاعه مش هيقدر يجاري، والنهارده خط الدفاع ما كانش قادر يجاري اي حاجه تماما. وحط زياده عند كده سيرجيو اوريه النهارده عمل اداء جيد، سيرجيو اوريه شط تصويبه مميزه جدا بيصدلها ميسلر علشان خاطر تشوف ان والله توتنهام مضيع، توتنهام فيه هدفين الغوا بضاعه التسلل، توتنهام كان قادر ان هو يتعادل. فده فريق ما تزعلش بكتير قوي ان هو لو خسر، علشان خاطر لو قعدت تتكلم على مباراه النهارده، لا مباراه السيتي هتلاقي ان الموضوع التحمل على مدير فني شاب صعب.
لبس الموضوع كله لمورينيو واتكلم على الاداره اللي دلوقتي بدات تفكر الموسم الجاي هنعمل ايه. في كلام على جراهام بوتر ان هو احتمال يمسك الفريق، في كلام كمان مفاوضات على كونتي ان هو يمسك الفريق، في كلام كتير قوي حوالين ان السنه دي خلاص الموضوع خلص، هنبيع هاري كين ونحاول ان احنا السنه الجايه نعمل حاجه كويسه. وده اللي احنا نتمنى نشوفه في توتنهام السنه الجايه، ان السنه دي خلاص عدت والسنه الجايه نتمنى انهم يعملوا حاجه جديده. هتقول لي طب فين ليدز؟ ليدز قدموا النهارده مباراه عظيمه جدا، نفس ال 4-1 4-1 بنفس العناصر، هم الاسبوع اللي فات غلبوا 2-0 قدام برايتون عادي جدا. كان الموضوع بالنسبه لك اللي هو يا جماعه مش ده نفس الفريق اللي كان بيلعب قدام برايتون الاسبوع اللي فات؟ الموضوع داخل ملعبه، فعشان كده بقول لك ان ليدز يونايتد داخل ملعبه فريق مرعب جدا، قدام فريق عنده خط هجوم مميز، عنده خط نص جيد، عنده خط دفاع سيء جدا، عنده حارس مرمى النهارده قدم اداء جيد. فده اللي توتنهام قدمه النهارده. توتنهام قدم مباراه كويسه قدام خصم مرعب جدا على ملعبه، بليسيا ورجالته ما وقعوش بدنيا زي ما الناس ما كانت بتتكلم، بالعكس تماما شفنا ان هاري كين برغم ان هو سفاح بس كان بدنيا مش ولا قدر. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فهارد لك بالنسبه لك كمشجع توتنهام، وان شاء الله السنه الجايه يكون فيها خير على السنه دي.